الله يطول عمرك ان شاء الله. بسم الله. الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين الله ينور. السيد النائب المجلس الشعبي الوطني ورفقه السيد مدير الشؤون الدينيه والسيده مدير التربيه. اليوم نحن موجودين في بلدية أو قرية بوحمزة لنحيي الذكرى 64 لمجزرة من مجازر الاستعمار الفرنسي في حق السكان وحق الشعب الجزائري في هذه القرية، هذه المجزرة التي استعمل فيها الاستعمار الفرنسي القوة البرية والقوة الجوية من أجل إبادة وإهلاك الحرث والنسل لهذه القرية الذي ذهب ضحيته أكثر من 150 شهيد رحمة الله عليهم. اليوم نحيي هذه الذكرى ونحن كلنا اعتزازا وافتخارا بانتمائنا لهذا الوطن، فرحمة الله على الشهداء الأبرار ونحن على ما ساروا عليه من وفاء وحب لهذا الوطن. نحن سائرون وعلى طريق المجد إن شاء الله واصلون. بس لنا إسفرحية الحمد لله ثمرت الجزائر مازال سعر قزن وسعش إن شاء الله قل خير لهنا بسعادة الجزائر. هذه رحمة ربي الشهداء، هذه رحمة ربي الشهداء، أكون وفق ربي أكون جميعنا وفقهم إن شاء الله. هذا حفظ ربي تموت إن شاء الله تموت إيش مثل ما شيء زقصر إذا سفني إمطوني قوزل نفسك إذا سفني دمني قوزل نفسك أتحفظ ربي إن شاء الله قاعدة ونس أودي هذول برا وس إن شاء الله أغدي هذول بكو جميعا خير إن شاء الله. أدي عمر ربي تموت إن شاء الله أتحفظ ربي الجزائر أتحفظ ربي الجزائر أتحفظ ربي الجزائر. Donc l'événement en Khdmessan, Khdmet en collaboration avec l'APC, l'APC en Bouhamza. سنس ترحب سوي ذاك سيف جوني ديوسن العرضة يتنعرض كا لوكازيون دو 64 انيفيرسير دو بومباردمون لا كومين بوحمزة عندنا يغلين بلوس دو 160 بيرسون 160 شهيد لا كومين بوحمزة برسك دو زور غلين بلوس دو 160 شهيد دونك تكلل 8 نغ دنسمي كثير ودنيني ونخدم لي زيفينمون باراي بلا دنيني تفكت دير غازن لا ريجيون تفكت دير غازن تفكت الشهداء تجدي مجاهدين داغن دونك ادنيني غادي يرحم ربي الشهداء غادي يرحم ربي الشهداء غراس ا او اقلا غنتعيش كلا ليبرتي.